فاصل حافل حقيقة حصل. يعني كلنا وشربنا يعني مش المفروض، بس حصل لان احنا كنا جعانين. ما كلناش ليه فوفه؟ ليه فوفه بتنكري على الهوا، بتنكري على الهوا. وفاء الدسوقي منورانا النهارده، سحبت نيلز اند لاشز المره اللي فاتت قعدت حافظني فيها كتير. النهارده هنعمل حاجه اسمها نيوتراليزنج ليبس، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان انا برجع اللون الشفايف للون الطبيعي اللي هو الناتشرال خالص، اللي هو مش كالر اصلا. طب احنا كمان معانا فوفا او وفاء الدسوقي نيلز اند لاشز، محضر لنا 5 جلسات لخمس بنات او 5 ستات هديه. من اللي هيحصل دلوقتي اللي هنشوفه حالا هي احنا طبعا يو كان ستار. هي وفاء قالت لي انه المادموازيل اللي هتشتغل مش بتفهمنا لا بالانجليزي ولا بالعربي، فاحنا اتفقنا معاها في الفاصل. دي من الحاجات اللي كانت يعني عملنا مفاوضات في الفاصل، هنشاور لها كده هو تشتغل. فهي فهمتنا اخيرا، فهي ابتدت تشتغل. هو ده النيتشرايزنج ليبس، او انه النيتشرايزنج ليبس، او انه احنا نخلي الشفايف ترجع لطبيعتها، تبقى طبيعيه لونها طبيعي بالظبط. بامبا يعني روز كده بينك طبعا. اه بصي، هو لو احنا العوامل الوراثيه عندنا دي، مثلا انا شفايفي سودا او سمراء من العوامل الوراثيه بقى، سواء انا السكان بتاعتي بشره، السكان بتاعتي سمراء، بشرب سجاير، التدخين، التدخين، اه فشفايفك بتغمق، فما بتبقاش، بتبقى مور دارك، فانت اكيد مش بتبقي راضيه عنها خالص. حلو. فبنعمل الناتيورالايزنج ليبس علشان نرجع للون اللي هو الطبيعي اللي احنا اصلا ده لون شفايفنا. يعني ده جلسه تفتيح الشفايف، تفتيح شفايف، وبحط 40% كلر علشان لون، او علشان ارجع برضو للون الطبيعي، لان انا لو عملت سيشن من غير كلر خالص مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه اي لون فرق، في مش هيبقى فيه شيء فرق. طب نمره 1 بنحط بينج الاول، نحط بينج طبعا، بنقعد بيه 15 دقيقه بعدين بنبتدي اول سيشن. طبعا على حسب الشفايف هي اوريدي غامقه قوي ولا متوسطه، ولا يعني بنحدد السيشنز او بنحدد عدد السيشنز على اساس شكل الشفايف او لون الشفايف، هو غامق او فاتح. عدد الجلسات، اه الجلسه بتبقى اقل حاجه كام واكتر حاجه كام؟ اقل حاجه كام؟ اقل حاجه كام جلسه واكتر حاجه كام جلسه؟ اقل حاجه كام جلسه؟ اقل حاجه جلسه واحده. اوكي، دي ممكن نعمل نعمل كوركت للشفايف في جلسه واحده وتقبل وعادي تمام. دي لو واحده لا تدخن او شفايفها الحقيقيه مش غامقه، صح كده؟ لا بتبقى غامقه بس بنرجعها في سيشن واحد. ايوه انا بتكلم انه دلوقتي انت بتقولي وفاء انه الاقل حاجه الاول جلسه، تمام، وبتقولي ان الجلسه دي ممكن تنفع مع بعض من الستات او البنات ما تحتاجش وخلصت. تمام. فانا سؤالي ده نوعيه الناس اللي ما بتدخنش او شفايفها مش غامقه قوي، صح كده؟ ده نوعيه الناس اللي شفايفها مش غامقه قوي لدرجه ان احتاج 3 أو 4 سيشن تانيين. اكتر حاجه بقى عندك كام؟ يعني ماكسيمم 4 سيشن. 4 ده لما تبقى شفايفها غامق دارك قوي، اللي هو الناس اللي بشرتها سكان وكمان سموكرز، فاللي بشرتها دارك وكمان سموكرز داكنه وبتدخن ومدخنات. هنا بقى الشفايف بتغمق جدا، فهنا انت بتحتاجي 4 جلسات. بتحتاجي 4 جلسات، وانت كل فرق بين جلسه والتانيه حوالي شهر، فانت بتشوفي اللون وصلتي لفين. برافو. طب بناء على ايه او على اساس ايه بيتم تحديد اللون؟ على اساس لون بشرتها. يعني هي النهارده دلوقتي شافت لون بشره البنوته، تمام، واختارت اللون اللي هي هتشتغل بيه على شفايفها؟ لا، هو في كل الاحوال احنا بنحط لون واحد بس للكوركت، لكن بنختار تحديد اللون ان هو يبقى افتح او اغمق. يعني لو عملت 3 سيشن هيبقى افتح، لو عملت 4 سيشنز هيبقى افتح وافتح. اه فهمتك. طيب نرجع بقى تاني لتحضير الجلسه، ربع ساعه بينج. ايوه. وبعدين الاله اللي هي بتشتغل بيها دي فيها سن؟ او فيها سن، بدخل بيه الكالر. انا مش بيبقى حاطه كالر بس، يعني في فرق بينه وبين الليب كالرينج او الليب تاتو. انا بكون حاطه 40% كالر، والباقي بكون حاطه فيتامينز وهايرلونيك اسيد وكولاجين علشان احفز ده جوه بشرتها، فما يرجعش يبقى دارك تاني. بس هو يعني ممكن يقعد معاكي سنه ونص ماكسيمم سنتين، خلال السنتين دول بيرجع الشفايف تاني تغمق، بس بتكون عشان هي بتفقد اللون والماتيريال اللي انا حطاها اللي هي الكولاجين او الهيرولونيك اسيد. طيب ده معناه ان الشفايف ممكن تتنفخ سنه؟ ده بس نتيجه عن الاله اللي انا بستخدمها.
يعني ماكسيمم ساعه ساعتين وبترجع تاني لطبيعتها، لكن نفخ لا هي مش بتنتفخ. طيب وهل في خلال الجلسه دي، هل لو انا النهارده مثلا واحده عايزه انفخ شفايفي، اوكي انا هم بينفخوا شفايفهم بفيلرز ولا بوتوكس؟ بفيلرز. طيب لو انا النهارده دلوقتي عايزه احط ازود عليها فيلرز، اوكي ينفع؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش مع الجلسه، لازم نستنى بعد ما البشره خلاص تبقى رجعت لطبيعتها تاني مينيمم شهر، وبعدين ابتدي اعمل الفيلرز اللي انا عايزاها. يعني انا لو عايزه افتح وانفخ مع بعض طبعا لا، ما ينفعش النفخ والتفتيح، ما ينفعش يا نفخ يا تفتيح. طيب خد مش كله دي حقيقه. معانا مين؟ يا اسراء. ازيك يا دودو؟ ازيك يا روح قلبي؟ ازيك يا قمر؟ انا الحمد لله. انت قمر حلو قوي، وانتوا كمان احلى. انت عارفه انا مره شفتك على الطبيعه في مكان يعني ما أوكي. في اكتوبر، بس كتبت اسلم عليكي، انت احلى من التلفزيون بكتير، انت حلوه قوي. حبيبتي ربنا يخليك. ليه بتحطي ميك اب؟ انت قمر. ما هي عشان بيقولوا بقى لا انت قمر. الله اكبر، اللهم صل على النبي. يعني ما شاء الله، يعني ملامحك قمر. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا سوسو، والله ربنا يسعد لك قلبك والله. ايه ربنا يخليك سوسو. شفنا الجلسه دي؟ اه جميل. انا لسه مخلفه بقى، عايزه اعمل توريد واظبط حاجات مخلفة؟ كده لسه مخلفه بقى، الكلف بقى اللي بيبقى حوالين الشفايف وكده. سوسو انت بقالك قد ايه مخلفه؟ انا بقالي بالظبط يعني 60 يوم. 60 يوم. اه اوكي. اه ينفع. طب يا سوسو مبروك علينا يا روح قلبي، اول هديه من نيلز اند لاشز، ولما تشوفيني في حته تانية يا سوسو تعالي سلمي عليا، يعني احنا عيله ومفيش موضوع، الناس كانت بتيجي تسلم عليا. خليكي معايا قلبي، ياخدوا بياناتك في الكنترول. مبروك علينا اول هديه من نيلز اند لاشز لتفتيح جلسه تفتيح الشفايف. ايه اللي هي بتحطه ده فوفو؟ هي كده بتنظف مكان ما عملت، بتحط الشامبو بتاعنا بيبي جونسون على مكان ما عملت عشان تشوف اللون الكالر وصل لايه وايه الفراغات اللي موجوده وتكمل. فراغات في الشفايف قصدك؟ فراغات في اللون، يعني تشوف المكان اللي فاضل فيه وتكمل. لازم تنظف وهي شغاله. برافو برافو. ناخد مادونا. يا مادونا، اولا انا بحبك جدا، يعني انا كمان بحبك جدا. انتوا ازاي حلوين كده؟ ازاي حلوين كده بجد، ربنا يخليكم ليا. طيب سنين يا مدنا، شفنا الحاجات بتاعت الجلسه الخطيره دي. اه بالظبط. عايزه تعمليها؟ اوكي. عندك... انا اصلا كنت بتكلم عشان عايزه اكلمك مش اكتر. طيب كده كده هياخدوا رقم تليفونك، بس انت عايزه تعملي الجلسه دي؟ اوكي ماشي. طيب عندك كام سنه؟ 17. اوكي. اوكي بس انا قربت اكمل ال 18. قربت اكمل ال 18. هي سموكرز او بشرتها؟ انت بشرتك داكنه او لكن مش مدخنه؟ بشرتك داكنه؟ فاتحه. فاتحه؟ لا مش هينفع. لا مش هينفع فاتحه. طب ما دولنا سيبي رقمك في الكنترول وانا هحاول اكلمك بعد الحلقه النهارده، لو ما عرفتش هكلمك بكره. هاخد التليفون، بس عندي سؤال عايز اساله. هي ابتدت في الشفه، هو انا بس هسالكم انتوا عشان انتوا اللي بتصوروا، هي ابتدت في الشفه اللي فوق اللي تحت الاول ولا اللي فوق؟ اللي فوق. هي ماشيه وفاء فوق وتحت؟ هي بتعمل فوق وتحت، لان اوريدي هي احنا عاملين قبل الهواء استيشن، الجزء من الاستيشن اللي هي اليمين ده اللي هو اليمين. ده بيفور اند افتر. بالظبط. بس هي هتلاقي يعني هي كانت كل لون شفايفها غامقه كده، كلها غامقه، بس انت هتلاقي برضو ان هي لسه ستيل غامقه، بس ده مش غمقان، ده هو بعد السيشن بيبقى فيه زي حاجه زرقاء شويه او حمراء شويه. بصي على الشاشه اللي تحت ده الفاتح ده كان نفس اللون اللي فوق الغامق. كل الشفايف كانت كده. برافو، ده من سيشن واحده، من جلسه واحده بالظبط. ده لسه معمول حالا. واو. وبتعمل التحديد كمان بتاع الشفه؟ طبعا. لانه بيبقى اغمق شويه برضو من الشفايف. شاطرين شطاره. طبعا دي مش اول مره نيلز اند لاشز يشرفونا، مش اول مره يجوا لنا، ومش اول مره كمان يهدوا بنات وستات ويروحوا لهم ويشكروا فيهم. ف يعني انا بشكرك وفاء جدا. بشكرك جدا جدا جدا. معانا هاجر. هاجر الو. ايوه يا جوجو. الو ازيك يا جوجو؟ جوجو ممكن نوطي التلفزيون يا حبيبي؟
ممكن نوطي التلفزيون؟ ممكن نوطي التلفزيون؟ سامعيني؟ ايوه فلت. ايوه برافو عليك. جوجو شفنا الجلسه بتاعه تفتيح الشفايف؟ اه شفتها. عندك كام سنه؟ عندي 18. 18. طب شفايفنا غامقه ولا فاتحه؟ لا غامقه. غامقه. طيب مبروك علينا تاني هديه من نيلز ان لاشز يا جوجو، خليكي معايا ياخدوا بناتك في الكنترول. غدي، غدي ده اسمها حلو قوي واول مره اسمعه. يا غدي، غدي لا لو سمحتي خليكي معايا وتماسكي لو سمحتي، اسمك حلو. يا غدي. ايوه. ايه يا روح قلبي؟ السلام عليكم. عليكم حلوة. السلام. ايه الاسم الحلو ده؟ اه حضرتك غادي، ايه رايك؟ قمر. ايوه استاذه رضوى. يعني ايه اسمك؟ يعني ايه؟ ازاي حضرتك؟ انا كويسه يا روحي. ازاي حضرتك يا قمر؟ اسمك معناه ايه يا قلبي؟ الو انا سامعاك يا حبيبتي، نوطي التلفزيون بس. اه غادي. اسمك معناه ايه؟ ربنا يخليك، انت اللي قمر والله. روح قلبي. انت اللي قمر. عجبنا الجلسه دي؟ التلفزيون عندي واطي خالص. طب احنا عجبنا الجلسه دي؟ نعم. الجلسه عايزه تعمليها؟ ان شاء الله لو في نصيب. ان شاء الله يا روح قلبي. مبروك علينا التالت هديه من نيلز اند لاشز، خليكي معايا يا غادي ياخدوا بيتك في الكنترول. يا ريت لما ناخد غادي نعرف اسم غادي يعني ايه، عشان انا عايزه اعرف. رابع هديه معايا زينب. زينب يا زوزو. اه يا رضوى. ازيك يا زوزو؟ ازيك يا حبيبتي، وحشاني. انت كمان وحشيني يا زوزو. منوره الشاشه والله يا رضوى. يا حبيبتي ربنا يخليكوا ليا يا روح قلبي. زوزو شفنا نيلز اند لاشز مقدمين لنا النهارده ايه؟ شفتي الجلسه دي؟ اه حلوه قوي قوي قوي. الشفايف عندنا غامقه شويه. غامقه بس صغيره، ينفع معاها؟ اه لا هي ما عندهاش مشكله في ال خالص، ما فيش مشكله. لو احنا عاوزين كمان نكبر شويه الشفايف، مش بنفخ بس نعلي كونتور شويه. اوكي تعرفي تعلي لك كونتور؟ طب زوزو. نعم. هتعلي لك الكونتور وتبيض لك الشفايف. ربنا يخليك. 2 in 1 2 in 1 حبيب قلب مامي، خليكي معايا ياخدوا بيتك في الكونترول. نيلز اند لاشز رابع دايما. ايه هتعملي ايه؟ هنرسم بس الشفايف شويه، هنكبرها شويه كشكل لكن مش كنفخ. وده ينفع؟ اهو عادي. ده زي الليب لاينر اللي انا بعمله كده؟ بالظبط كده، زي الليب لاينر بس ده بقى بيبقى موجود معاها على طول. على طول. انا بقى بعمل ايه كل يوم؟ شطه شطه بالجنزبيل؟ والله والله صباح طلع معانا وميتة وخلاص، بقيت انا ماشي عليها شطه بالجنزبيل كل يوم والله بيها الحته دي كده خلاص؟ تحرقك. وبعدين اقوم ماسحه بعديها بخمس دقايق تقوم نفشه الحاجات. يا مين؟ بس احساس بشع. خمس دقايق بس، خمس دقايق وبعدين تعيشي طول اليوم عامله كده اهو، مش احسن من اسهل. يا هبه. الو. ايوه يا هبه. ازيك يا رضوى؟ ازيك يا بيبو؟ بيبو فرقع جيجي ولا ايه؟ عامله ايه؟ ده انا كلمتك، ده انا ياما كلمتك اصلا. انا اسفه بتلقط معايا خالص. والله العظيم احنا مشغلين الثلاث خطوط، والله العظيم وحياه ربنا. بس حبايب كتير بقى يا رضوى. مع انتوا كلكم حبايب قلب مامي من جوه هنا اهو. ايه رايك في الجلسه اللي حصلت على الهوا دي؟ هي هبه ايه رايك في الجلسه اللي حصلت على الهوا؟ جميله جدا صراحه. شفتي شطار ازاي؟ حلوه حلوه يعني. قوي. زين كمان يعني. قوي ما شاء الله. احنا شفايفنا غامقه شويه؟ اه شويه. طيب يا بيبو مبروك علينا اخر هديه من نيلز اند لاشز، خليكي معايا قلبي ياخدوا بياناتك في الكنترول. كده خلصوا الخمس هدايا بتوع نيلز اند لاشز، بس زوزو هتاخد 2 في 1، خد 2 في 1. وفاء هنا هتعلي الشفه وتبيضها. طيب عايز اعرف معاك الجلسه دي. البنت بتضحك، اوعي تضحكي، اوعي تضحكي حبه، الشامبو هيدخل في بقك هتبقى مصيبه. دلوقتي اوعي تضحكي، امسكي نفسك يا ماما. ايوه اقفلي بقك، اقفلي بقك ما تخليهاش تعرف تعمل حاجه، وهي لو تعرف تتكلم العربي والانجليزي هتلاقي المنديل على بقك عم كده. دلوقتي ايه الجلسه اللي انا ممكن اعملها مع دي؟ انت دلوقتي قلتي ان انا ارسم الشفايف اكبرها شويه، لان في ناس شفايفها صغيره قوي فمتضايقه من الشكل ده. بايه؟ بنفس اللي انا بعمله، بس بدل ما بشتغل على تحديد الشفايف اللي عندي الطبيعيه، انا بشتغل على اكبر بس مش قوي، يعني بحاول اوصل لللوك برده الطبيعي عشان يبان اكتر ناتشورال. وبعدين اللون مش بيظهر معاكي من اول سيشن،
انت دلوقتي هيطلع معاكي شويه دارك عشان في التهاب يعتبر. هتلاقي حتى شفايفها طالعه شويه دارك، بس اسبوع وبتلاقي اللون بدا يفتح، بعد شهر بتلاقي اللون بدا يبقى ناتشرال قوي وطبيعي. وده انت قلتي اعملها من سنه ونص لسنتين. من سنه ونص لسنتين، لو انت عاوزه تعملي ليب كولرنج بعدها مثلا ان شفايفك غامقه. تلوين الشفايف. ان شفايفك غامقه وعايزه تلونيها، عايزاها تبقى وردي او عايزاها تبقى وات ايفر اللون اللي انت عايزاه فيه. طالما شفايفك غامقه اللون مش هيقبل. لازم نعمل الكوركت او لازم نعمل الناتيوراليزيشن سيشن وبعدها نبتدي نعمل الليب كولرنج. طيب اخر سؤال. أوكي. ايه اللي يمنع ان انا اعمل الجلسه دي؟ لا مفيش اي حاجه بتمنع ان انت تعملي الجلسه دي. الجلسه دي سيف لو هي حامل، بس عشان السكان بتاعتها في وقت الحمل وعايزه هرمونات يعني ما بيبقاش البشره مش هتقبل. مش هتقبل. الرضاعه الرضاعه برضو مش هينفع، لازم تكوني لا حامل ولا رضاعه. واحده لا قدر الله عندها كانسر. اكيد ينفع ولا لا؟ لا ما ينفعش. شفايف فاتحه. شفايف فاتحه ساعتها هنعمل ليب كولرنج على طول، تلوين شفايف. مش هنعمل ناتشرال. هو ده زي ايه؟ تقشير يعني؟ انت لا، انا بحط حاجه جوه شفايفها، بدخل ماده بالاله دي بتفتح الشفايف، بدخل لون وبحط حاجات يعني عوامل تانية مساعده. بصوا هي ماسكه الشفايف بتاعتها اهو، بصوا باين، بصوا الناحيه اللي اشتغلت فيها والناحيه التانية، ادي الغامق وادي الفاتح، وده لسه ما يعني لسه ما الريزلت الاخير مش هيبان خالص دلوقتي، ممكن 3 4 ايام، ممكن ماكسيمم اسبوع. وفاء الدسوقي انت نورتينا النهارده. ميرسي يا حبيبتي. وميرسي لنيلز اند لاشز. ميرسي يا رب. صح اخيرا. يس يا رب الحمد لله افتكرتها اخيرا. ميرسي على الجلسه الخطيره دي. ميرسي يا رضوى. وميرسي على الهدايا الحلوه اللي احنا اهديناها للبنات والستات بتوعنا. انت نورتينا وانا مبسوطه منك لانك بتعملي حاجات حلوه. المره اللي فاتت لما طلعتي معانا وبعتنا لك البنات والستات رجعوا بقى بيشكروا فيكي بقى كام شكرانين بقى مش عارف. لما قلنا على الفكره دي قلت لهم ايه نجيب وفاء. الحمد لله احنا كنا بادئين الاول لاشز، بعد كده بقينا لاشز. أيوة. ونيلز، بعد كده بقينا لاشز ونيلز ومايكرو بليدنج ليب كولر. الحواجب دي عندك؟ ده انا كنت لسه اسالك بعد ما نخلص. طب خلاص نخلص هذه الفقره. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، بعد الفاصل من يمثل الرجال الآن على السوشيال ميديا وهي وبس.